اليوم وقفنا على واحد السلسله ديال التجاهل من الوزاره ضد قرارات فجائيه زعما فريمون تتي ينبثقوا من العدم. هاد القرارات اللي بوما دو فوا رسمنا الوزاره رسمنا الجهات المعنيه حتى شي واحد ما بغى يسمع لينا حتى شي واحد ما بغى يسمع صوتنا. مطالب مشروعه ومطالب اللي زعما حشومه في 2020 اللي باقي كنطالبوا بها هي جوده التعليم, هي انه عوض ما تمشي تستثمر في بنايات ولا حتى شي فورماسيون ماشي غير مجرد بنايات. هي فورماسيون عباره عن تكوين عن تاهيل معدات اطر. حنا مالوغوزمون هادشي ما كنكتبوش لا في انصاد ديال لا في انصاد مراكش اللي كتنتمي للعائله ديال لي زينصا في المغرب كامل. كاين واحد الزياده المهوله في عدد لي زينصا وهادشي اللي ما مفهومش. وحنا دابا هاد الوقفات اللي كنديروا وهاد الاضرابات هو باش نجلسوا لطاوله النقاش باش نناقشوا بطرق حضاريه وطرق اللي اللي فيها النقد البناء. النقص اللي عندنا هنا كطلبه هو انه كيف ما قلت لك جوده التعليم فورماسيون. حيتاش مثلا ملي كتكون نتايا على استعداد انك تدخل لسوق الشغل وباقي ما عمرك ما درتي لا تي بي لا ترافو براتيك اللي زعما فريمون كتحتاجهم انت كمهندس اللي غتخرج غدا للمارشي طرافاي وما درتيهمش. دونك فريمون شي حاجه اللي ناقصك بزاف. هاد حنا الانشطه الثقافيه اللي كنبغيو نديرو انشطه موازيه اللي بعض الخطرات كنتعرضوا للقمع فيها بدون سابق انذار وبدون سابق اعلام زعما ما مفهومش علاش. اليوم تنظمت وقفه احتجاجيه بمدرسه وطنيه للعلوم التطبيقيه بمراكش وهي موازيه للاضراب لمده 4 ايام اللي بدا من 2 جنبير. وهذا هو الاضراب الثاني لطلبه المدارس الوطنيه للعلوم التطبيقيه ضد القرارات العشوائيه الوزاريه وضد واجل تحقيق الامن في المطلبي. وكما هو معلوم فما لا ياتي من النضال ياتي بمزيد من النضال. فطلبه المدارس الوطنيه للعلوم التطبيقيه غدير خطوات تصعيديه من اجل تحقيق هذا الملف المطلبي. عندنا 6 ديال المطالب. اهم مطلب هو تحسين جوده التعليم في المدارس الوطنيه للعلوم التطبيقيه, ثم ضد القرارات العشوائيه يعني العدد المهول ديال لي زينصال اللي كيتبناو, ثم الكونكور ديال لينصا تحيد. هذا بعد الاضراب الثاني اللي درنا ديجا لي زينصا ديال المغرب كاملين. القضيه واضحه هي ان عندنا ان فري بروبليم في الفورماسيون و او ميم طون في بلاصه ما الفورماسيون تاميليورا تو سكو الوزاره كدير هي انها كتزيد في لي زينصا. حاجه اخرى هي انها حيدت الكونكور بدون سبب. انا ديجا حضرت لواحد الاضراب في البروميير اني ديالي هنا كان ان بروبليم والوزاره تعطلات باش انها تحل لنا المشكل. وسيت فوا مالغري الاضراب الاولاني ما شافتش فينا وما عطاتش قيمه كاع لهذاك الاضراب. وداكشي علاش حنا دايرين هذا الاضراب الثاني. كنطالبوا الوزاره باش انها تعطينا الحق ديالنا تو سامبلومون. ما كنطالبوا حتى شي حاجه اخرى من غير الحقوق ديالنا اللي هي اون بون فورماسيون بويسكو حنا تنقراو في مدرسه ديال المهندسين. خص تكون عندي اون فورماسيون ديال المهندس كي انكلو لي تي بي كي انكلو دي زوفر دو ستاج كي انكلو دي زوفر دومبلوا كي انكلو بزاف لي شوز اللي كيكونوا في دي زوتر ايكول دانجينيور سوا في لو ماروك ولا ايور. ابارامون الدوله عندها ان بودجي بور التعليم. بوركوا با انفستير هذاك لو بودجي في لا فورماسيون او ليو في دي باتيمون. ميرسي. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.